بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة احترف الدراجات، والنهارده ان شاء الله معانا الدراجة الكهربائية. الدراجة الكهربائية مميزة ومميزات مش موجودة في اي عالم. هنتعرف على المميزات ديت وعيوب الدراجة الكهربائية وعيوب اي دراجة تانية. الدراجة اللي معانا دي دراجة كهربائية بسنيو بطارية تشحن 4 ساعات متواصلين، مدة السرعة بتاعتها 20 كيلو متر في الساعة، بتشيل وزن 120 كيلو. الدراجة معاك دي بتقدر تمشي بها لمسافة 15 كيلو متوسط في الشحنة الواحدة. يعني ايه؟ يعني الدراجة دي بالمميزات بتاعتها اللي هي الفرامل الديسك، ودي تعتبر اقوى فرامل موجودة في الدراجات الهوائية، ودي دراجة ممتازة جدا وفيها كشاف امامي في دي بتستخدمه الإنارة تماشي بالدراجة. تيجي معانا برضه دراجة الكهربائية ديت الموتور الكهرباء بتاعها، الموتور الكهرباء دي قوي جدا، وبرضه بيستخدم في المشي في الرمال والأرض المتحركة. الكرسي برضه فيه انخفاض وارتفاع حسب مستوى الراكب بتاع الدراجة، وفي هنا زي ما انتم شايفين الدواسة بتاعتها، ودي دي طبعا معروف دي الطابلو بتاع المكنة، وفي دي البطارية وعدة الكهرباء بتاعت الدراجة الهوائية معايا، ودي العجلة الهوائية، والإطارات الدراجة الهوائية دي دراجات 12 وموجودة في السوق ومتوفرة بكثرة في السوق. طبعا المقود بتاع الدراجة او الجادون بتاعنا في 2، في طبعا ده اللي بيزود السرعة بتاعها، وده الباور بتاعها زي ما انتم شايفين، ديت الاشارات بتاعتها، دي لما تكون البطارية مليانة على الاخر بتديك الاتش، بتبقى فاضية بتديك ال. العجلة دي عجلة ممتازة، ودراجة مش موجودة تعتبر موجودة في مصر، وحاجة ممتازة جدا. وبقول لكل الناس هنشوف فيديو دلوقتي واحنا سايقينها، خليكم معايا. انا عشان اكمل فيديو كامل، لف لف لف. حاجة ما شاء الله ممتازة جدا زي ما انتم شايفين، اهي دراجة كهربائية دي سريعة. لما لا لا ما بترفعش. ابن الله يا حاج، عايز تمشي معايا؟ تعال بص اهو صورني كده، بس عاوزك ايه؟ صورك على الفيديو؟ تعال طيب. ايه يا بابا العربية؟ بس عربيتي يا ابويا، صورني بقى فيديو جنب العجل ده. بس لو هنا بقى ده يركب الطفل عشان مش شايفين برضه، وعطينا الكرسي زي ما انتم شايفين اهوت. انا هاخد يلا.
زي ما انتم شايفين ماشيه معايا حاجه تحفه فنيه ما شاء الله، مش موجوده في اي دراجه ثانيه. ولتكملة مميزات الدراجة الكهربائية، الدراجة الكهربائية مميزاتها مميزات متميزة، انها خفيفة الوزن، وزنها حوالي 150 كيلو. الدراجة دي الكاوتشات بتاعتها 12 موجودة في السوق زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو، فسندة جانبية، فرامل ديسك، اشارة خلفية ورا، اشارة امامية قدام، فيها مكوى، فيها فرامل خلفية وفرامل امامية مباشرة على الفرامل. الدرجة ديت الشحنة الواحدة بتقعد 4 ساعات، ممكن تاخد مشوار مسافة 15 كيلو متر في الشحنة الواحدة. فحبيت اقول لكم برضو على المميزات ديت والعيوب عشان لو انت حابب تجيب واحدة زي ديت. وفيها ميزة كمان انها خفيفة، ممكن تشيلها وفي اي حتة معاك، مش هتعمل معاك اي مشاكل خالص. وديت متميزة، ودي سعر اليورو 350 يورو، ودي الدرجة دي جاية من فرنسا. عشان بعض الناس اللي هتسألني قال لهم الدراجة دي جاية من فرنسا، فأنا حبيت أعمل لكم الفيديو ده وأوريكم المميزات بتاعتها والعيوب بتاعتها. وما شاء الله شغالة مع الراجل، وهي تعتبر بتيجي في كرتونة واحدة ومتميزة جدا. الدراجة اللي معانا ديت دراجة كهربائية، تعتبر من أفضل أنواع الدراجات، والبطارية بتاعتها ليثيوم ممتازة جدا، ودي بتقعد معاك فترة طويلة مش بتبوظ بسرعة. مميزات اخرى انك ممكن تلمها وتحطها في جنب وتاخدش اي مساحة تانية خالص، ودي تعتبر من افضل الحاجات، مش زي الموتوسيكل وقطع الغيار التانية. فدي دراجة ممتازة جدا، وهنشوفكم في فيديوهات ونشوفكم في فيديو برضو واحنا راكبين العجل. حاجة ممتازة جدا، شايفين طبعا زي ما انتم شايفين ممكن تشيل اثنين مع طفلك برضه، وابنك عاوز يركب معاك العجله مفيش اي مشاكل. محمود ايمن اياد زيكم. تحياتي لكم جميعا، نشوفكم في الحلقه الثانيه، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين.